الو الو تسمع فيه ولا الو جده جده سير معك شنو زين يا ودي اختاني قالوا زين الو تسمع فيه ولا يا مكي شي حوالك كان يا مكينة في بلاد التونسية الشعب قد خرج قد قاش من عليه زين طلع في الطيارة وكانوا راهو ساعة شنو سعودية صوته ما عاد يسمع سوت اللي بياس ويلبس العسالة حتى جامي قال واسمع المكينة الو هوني جده قول لي كاسوتي مسموع شبيه اللي بحكان وجهو نحن خمر بسوع كان عندي نسيان مع ميكان ويعطي فوق انا خاطر باش يتحضر فاشا فاشا مع المفروع ايوا هذه من يوم تعتبر بحال عندي بيع على المخ شقل وماش عارفش يقل الاثنين في التليفون توا هو اللي قلت في المخلوع بريش الشمس باش نجم نغني في بلاد هذوما كلها ماشي تعمل كاو شنو كل حنين على تونس مدينة خسارة لينا عالثورة راهي راكبة عالبيسة راهي قلب لاختك فك عليا حكيت السعودية بالنسبة ليا كاميرا خفية هاي حلوة باهي ملاوينك انت صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ألو جد. ضيفنا في حلقة الليلة هو زميلنا وصديقنا المنصف بن سعيد. المنصف معروف كصحفي رياض، أما عنده هو زادة تاريخ ودموع مع الرئيس المخلوع. أحسن دخلة نحب نقولها اليوم هو الشكر للسيد الرئيس اللي قال واحد من الناس عمري توا 64 سنة حس روحي كاني تولدت من جديد. أحسن دخلة هو الشكر للسيد الرئيس. باش نحصلوا المنصف استدعيناه باش يحضر في برنامج جديد اسمه ذكريات، باش يحكي فيه رفقة زملائه فتحي المولدي وخالد حسني على ذكريات تجربة برنامج بالمكشوف وقت اللي كانوا مع بعضهم في قناة حنا بعض. خلفي بن سعيد خلفي. تذكرون جميعا برنامج بالمكشوف على قناة حنا بعل. اليوم لمينا لكم المجموعة الطيبة من الوجوه اللي تشوف فيها معنا. بالمكشوف ومن دراك. حاب نحكي لك على بالمكشوف معز بن غربي. بالمكشوف يزمك تربط معها كلمة معز بن غربي والفريق اللي كان معه برنامج والفريق نحييوها يعني فما فرق شتانة بين الثراء والثرية واللي يحب يتغشش ميسالش خليه يتغشش أنا عام 66 قريت لأني كنت نورماليا قريت في باب الخطر زميلي يعني أنا نورماليا أنا كنت قريت وأعتز بذلك وإلى اليوم نشياب راه مكبر مني صدقني عسلامة سيدي شو هو سيدي إيه نقوله لنا خليه قريتني في باب الخضرة عام 66 وخليت يعني عام كان ممتاز جدا ثم كنت نحضر في روحي باش نمشي لانجلترا الحاج لا عنده خلفيه وتكوين سياسي ومتخرج من لندن اون بلوس انا متخرج من جامعه لندن قال الراجل بعلامه جيد في العلاقات الدوليه فهمت هذا ذكي يبهتو هذا ما يعرفوش الناس ما يعرفوش والله خليني على خاطر معنا دقيقه هو الناس ما يعرفوش حتى سي حبيب السيد ما يعرفش خد كان شي تحوير من زاهي على الشيء اللي عنده على سياسي خاطر ساعه ساعه نحب ندخل في السياسه ونحب كذا ونحب حقك. يعني حق من حقوقي حقك طبعا حق من حقوقي تعرفش انت يا خويا باش نكتفي بهالمثال هذا برك في القانون الدولي وقت اللي طياره تدخل لك الجو تاعك صرفقها والقانون الدولي يسمح لك بذلك يا سيدي كنتي مغروب بالسياسة هاو جابك ربي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب أنا ما نشأت الصف في المغرب في وسط البرنامج قصينا على التصوير على أساس أنه جاء خبر عاجل وضيف مفاجئ باش يتدخل على المباشر المنذر ثابت اللي حصل في نفس الفخ تخلى معنا في اللعب والله. على أساس أنه هو اللي نسق الحوار حكم على أخته الخاصة بالرئيس السابق شنو هي سي ثابت هذه برات الورق سامحونا مع سيادتك ولا شنو سامحونا سي منذر ثابت سي منذر ثابت خليك هو توقع لي نسقنا في حاجة ونرمو بسجلها في الليل فهمتني مي حسب ما قالوا لي توا ريم ومنذر ما تصير كان توا نجمو ندخلوه معنا في الحوار عندنا سكوب بيناتنا مدة فوالا مش كورة هذا اللي عسوا عليه البوليسية زاد عسوا عليه هو سي المنذر ثابت هذا حب تدخل معنا أنا رجع كأنه في فاصل لا هو مأمننا سكوب بيني وبينك وعنده مدة نخدم عليه مش ندخلوا سكوب ونقول سكوب يقولوا لي على سكايب من المملكة العربية السعودية من جدة تحديدا الرئيس السابق أو الأسبق لغويا هي الأصح موجود معنا الو 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 تسمع فيها ما تسمع فيك شباب بربي ناخذوا بالتليفون صوت برك خاطر سكايب ولا عاود حاول الصوت على سكايب موجود صوت ولا الصوت على سكايب ما غير الو 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 نسمع فيك اهلا وسهلا سيد بن علي مرحبا بك
أهلا وسهلا، مرحبا سي مكي. معايا في الاستوديو الأستاذ فتحي المولدي، أكيد تعرفوا الاسم. معايا زادة الكابتن خالد حسني، وجه رياضي وتلفزي معروف، أكيد تعرف الاسم. جماعة الكورة نعرفهم، شو نتبعوا شوية كورة وشوفوا. ده الحاج سي المنصف بن سعيد، تعرفوا الاسم أكيد. الحاج بن سعيد تفكروا قبل سي العربي كان ذكروه بالمكشوف. خلينا نمضي للسؤال الأول سيد بن علي، لماذا بعد 6 سنوات من الصمت لماذا اخترت أن تتكلم اليوم؟ والله اخترنا التوقيت هذا بالذات لأنه بعد ما نسقت مع الجهات الأساتذة القاعدة الموجودين في تونس، 2 أساتذة موجودين في تونس، اخترنا هذا التوقيت. وعندك محامي لبناني أكرم عزوري أظن. بعد ما المكالمة مع بن علي تقصت، الحاج بن سعيد تخلف الرئيس السابق واعطاها على راسه. استاذ مش يخدم خدمتي سلو انتم؟ يا ولدي ما عنده في السوق ما يذوق، خذ من عندي. صحيح ما عنده في السوق ما يذوق والله عليه ما عنده في السوق. يعني جنرال عمره ما يهرب من الميدان. ولا الا من قول له قول له يقول له شكون قالك؟ الو لا ما هربش، طيارة جات وحدها وطارت بيه. اما زعما الشجاعة هذه تتوصل كيف يرجع المخلوع يحكي مع المباشر، هذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل. صورة الان مانيش اسمع المباشر، احنا نسمعوا فيك. سي بن سعيد عنده تفاعل. الو الو سي المنصف بن سعيد، الحاج عنده تفاعل وممكن انا ننقل على لسانه اذا هو. لا انا نقول قول له انت. تفضل نتاع الكوره هذا ولا نتاع الكوره؟ نتاع الكوره. تفضل سي المنصف. نتاع الكوره اللي والدي رفع علم تونس عام 60 في روما في الالعاب الاولمبيه. انا قلت لهم ونحاول نحب نقول لك بارك الله فيك مرحبا. تفضل. لا من غير مزي، من غير مزي نحب نقول لهم اللي انت جنرال، وجنرال عمره ما يهرب من الميدان. شو جنرال قائد السفينة لا يهرب. لا 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 اسمعني، حبل الفهم الجميع اسمعني، انا ما هربتش، دفعوني المغادرة من البلاد. شو واحد شيخ خشبه من وجهه الصور هذه مؤامرة وراها وراها، ما نحبش نسمي بالله يا اخويا. طيب هات معطيات، مخابرات اجهزة خارجية وراها مخابرات. نعم نعم كانت كانت عملية تخابر. شو جينا على برنامج؟ عندك شو اخي اولوية تونس توا بن علي؟ لا مشروع مش الاولوية. شو ما تحبوش تعرفوا تاريخ بلادكم؟ مشروع انا تاريخ يا ولدي، التاريخ زيفته وانت لمدة 100 سنة تحب نعرفوا التاريخ؟ يعطينا التاريخ الصحيح اللي زيفته ونحيت بوركيبة ونحيت الشعب شعمله ونحيت الزوالي شعمله ونحيت كل شيء. كيفاش تحبوا تقدموا القدام؟ يسيك من الحماد كل رويس كيفاش تحبوا؟ اي نعم يا اخويا مش تقدر. ياسي ما نجمش يا اخويا، ما كانش انا مش نمشي على روحي. لا لا يا ولدي هاني كل يا ولدي حتى انا عملت شو يا ولدي سيد الرئيس تحكي لي انت نسميه جنرال الهرب كان اللي تسبب في مشكلة ربك سبحانه وتعالى كان معايا. ما تصوروش في المكشوف، ما تصوروش حنا بعد الشامعة قص علينا، تكتوف قص علينا، العالم كل قص علينا. هذيك كان جزاء تكالية، هذيك كان جزاء تكالية، روحوا باش تنطر تقريبا فيها خراب، هذه فيها خراب تاع الكونة. أشوف فيها خراب فيها خراب. يا ريتني ما خذيت الكلمة، خذيت الكلمة. شو يا شي مكي ما تفهملاش الكاش؟ لا خلي سي الحاج، أنا اللي تكلمها معايا. خلي سي الحاج، شو المشكلة؟ عندي حاجتين باش اختارهم. أنا رئيس سارق، أنا رئيس طو، أنا رئيس سارق، أنا رئيس طو، أنا رئيس طو. احنا 23 نسمعوا، 23 عام نسمعوا فيك. خلي نسمعوا. ربي فضل معز، اسمع اعطيتوني فرصة. أنا وقتها بكيت عليه، شو بكيت عليه؟ أنا وقتها حتى أوريك فاش كنت سيد بن علي، سيد بن علي. أنا بكيت عليه، أنا وقتها كنت عندي أبقى معاك، عندي حلين، التليفون مدرس بنياني إن شاء الله ربي يسامحه، عملت له بيدي لا ما تجينيش، خاطر أنا ديجا شتتني الغصة. أنا وقتها كان عندي شيئا قطر دو شوز. أي سعيد. أما باش نقول له يا سيد الرئيس هكا طلعت كهكا وكذا، كلام ما يتقالش. قلت له يرحم والدي ما يتقالش، أنا باش نقول كلام باش نبلعه. يا ريم علق. لا لا تمعني الحاج عنده الحق. عاود حاول امان. يا ولدي عاود سمعوني انا، خليني الفرصه دي اللي جات. الحاج عنده الحق، تعرفش علاش؟ تفضل. لانه ما يا ولدي شوفني كيفاش نرعش. يا ولدي راهو كان الشعب، لو كان مش الشعب يحبني راني نجيت. الشعب يحبني. شوف كل واحد يتكلم باسم الشعب. باسم الشعب. الشعب خاصة المزمر، الشعب اللي فخير الجبل والعمران وفرنسفيل والكمبار. هاي الشعبوي. وادي السبعي. هاي الشعبوي. أنا ولد الشعبوي. هاي الشعبوي. أنا ولد الشعبوية ولد الشعب. أنا ولد شبل الأحمر. باهي باهي. وشبل الأحمر جاب استقلال تونس.
وجبل الاحمر هي كلها وراء التراسي على راس الكل والتراسي اللي تونس قاعد تحسن جاب لي السخنات مش هذا مش هذا جنرالي هارب مش جنرال يا حاج معليش الريف شي كسرك لي صار معليش جبل الاحمر مانيش اي جبل الاحمر وجبل بوكرين لا يا بابا كيف ما هو الا جبل من الجبال تونس كلها كلها وسيدي ابو سعيد كلها تونس يا ابو سعيد كلها تونس شباب كلها تونس كلها تونس كلها تونس يا شو يا تواد على كبره يا تونس لا لا سخان برس برس يا عزيز تخال او رجعنا لا لا تزعل انت زعلان زع ريح شباب نسمعوا فيك نسمعوا فيك ربي نسمعوا تفضل تفضل سيد بن علي شو المستوى طايح شو الحال يا لا انا مستوى شو المستوى لا لا سخال ولا يسكب خلنا نروح صار 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 ايوه جبناهم باش يحكيو مع المخلوع يا اخي شدوا في خناق بعض الحاسيلو نلعبوا الكره سيد بن علي سيد بن علي يا سي مكة يا سي مكة شو اللعبة شو ابقى معنا ابقى معنا يا سي مكة ابقى معنا انا نعديه في الخواطر ونرجع البلاية تسمع نعديه ونقول منحبش نسمع واحد يتكلم باسم الشعب ايه ما نحكي حد باسم الشعب شعب خاتي حتى بن علي ما يحكي شعب خاتي شعب خاتي جوه قدو عاملوا له شعب جاي تفضل سيد بن علي لحظة بركة سيلموس سيلموس فعنده ما يفيد يا بالله لحظة بالله يا سي مكي بالله اسمعي ويقف ويقعد سي فتح لي وخوي لا لا سي خال ربي يستر انا راني لا اما نتصرف تصرف غير لا 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 مش هو لا لا مش هو تعرف تشوف لا لا مش هو ولا ديمقراطية ولا ولا يسكب خلنا نروح صار صار اللي صار لي ليالي صار جابر الثالثو قبل الفاصل خلينا الكابتن خالد حسني لزل الحاج اكثر من لازم وشويه للحمه بيناتهم حتى قريب نساو حكايه المخلوع اللي يستنى في التليفون سيد بن علي لا 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 يا شيخ يا سي مكي بالله اسمعني ويقف ويقعد سي فتح لي وخويا لا لا سي خالد ربي يستر انا راني اما نتصرف تصرف غير لا 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 مش هو لا لا مش هو تعرف تشوف لا لا مش هو ولا ديمقراطيه ولا ديمقراطيه اه عيب علينا ولا ديمقراطيه ولا ديمقراطيه وعليك هذا ديمقراطيه هذا منصف اللي قال بك عليك الحقوق البث وعليك بقيت عليه ودولة ديمقراطية وعليك وعليك بقيت عليك ياودي بكيت من الظلم ما خليتناش نصرف بكيت من الظلم ياودي شو أعطيتكم الحقوق تاع البث ولا تبكي شو ياودي في الأخر أعطيتنا وقت اللي عرفت روحك ما عادش عندك حتى شيء أعطيتنا أنا وقت أجيب شو كله كلام كبير أعطيتكم الحرية والديمقراطية أنا ما خطش على روحي أنا تعديت الستين وعديت خفت على وليداتي وعلى مرتي وعلى الحرية والتسجيل موجود العام موجود توانا باش نبكي على خاطر نحب نضرب خالده من زبزب لطف عليك تو وانا باش نبكي على خاطر نحب نضرب خالده من زبزب لطف عليك لا 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 وعليك ولا ديمقراطية ولا ديمقراطية يضرب في بعضها لا انت انا شعب يا ودي ما تكلمش باسم الشعب يقول 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 كبر اي 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 لا اي تونس معناها هذيك هي تونس كبر 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 تشوى تو هاك تشوى يا مكة تشوى يا ودي انا راسي جاب ستة تاوين يا منصف روح عنا يا عندنا حكايه يا شباب شباب بربي جاي مبدل سي خالد والله مستويات سواليه اجا بحذاه والله ديمقراطيه والكلمه في حق والله ديمقراطيه ولا يضحك علينا يحكي عادي يا شمكي يا شمكي تفضل معك سي فتحي بالله بتاع الكوره منصف خرج مازال موجود يا ودي موجود كان تحب نجيك للسعوديه مش موجود شنو موجود أو سي خالد موجود بحضية ولا ديمقراطية قالوا عمري في الستين وقام يضرب في الآخر متاع الكورة ولا ديمقراطية ولا ديمقراطية ولا ديمقراطية فما قهر أي قهر بكين حاج أي باقي انت يا وش خص كان ربي نعم عليك وتبكي والله كما يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام شو عارف نصر قال لك بكيت شو لكن أقتدي بالرسول يا شلوكي وكان توا بزيد كلمة التجارة بالدين لا لا التجارة بالدين وبالديمقراطية لا لا دخل الرسول ملا ديمقراطية ولا هاي الموازي مالا ديمقراطية عايت الموازي يكلمي سيني ويني خليني نحكي مالا ديمقراطية ربي نسمع كلمتين بن علي قبل ما يقوصيك يا سي مكي مازال 40 ثانية إنجازاتي ما ينجم يكذب حد يا ودي حد يكسفليك يا زوفي عادياني تشورتو
شو يا حرستك سيب سيبوك يا ودي سكت عليا دي شو يا ودي يا ودي سكتوا عليا يا شو يا ودي سكتوا عليا يا شو تفضل سيد بناري تفضل عشور يا ودي زيدك زيادة زيدك زيادة ترجع ترجع لتوني زيدك زيادة سيد بن علي ترجع زيدك زيدك زيادة ترجع تواجه القضاء سيد بن علي زيدك زيدك زيادة ولا سيد بن علي سيد بن علي من مسيو مسيو من الاحترام زيدك يا سيمك خش سيمك يا سيمك يا سيمك يا سيمك يا سيمك يا سيمك سيد منصف نقول لك يا سيمك سيد بن علي تفضل يا سيمك سيد رئيس خش سيد بن علي برا سوى سيد يا سيمك كيف كيف سوالي نكر كان نحبك سوالي نكر كرام تبعي مقصود مقصود بلا اسمعني يعني تقولوا يمكن مربي في انجلترا ولا مسيو ولا لورد يقولوا مستر ما يقولوش جرب كملوا كلمتين وش هاي تضايقتوا شو العيال يا جوز شالينا خلت كلمه ايه بن علي تفضل يعني راجع ورين يعني راجع وتو نلقاك تبكي في المطار يعني راجع نلقاك تبكي تو نلقاك في المطار تبكي تستنى فيا شو محسوب تو نجي نلقاك تبكي في المطار وتقولي اهلا بيك اهلا بيك شو عربي المرسل قال لك تبكي نبكي عليه توفى الله يرحمه ونعمه هو الوالد انت نبكي عليه عربي نصر قال لك كيف كيف نفك عليه هاي الموز حد يا ودي بالله تعال يا ودي اسمع ربشوني مغش عليك قالوا اني 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 بعد ما ادري شو بعد ما تغش عليه سي خالد حسني عندك ما توجه له ما عندي ما نوجه له هذاك هذاك كنت حاملين له هذاك كنت حاملين له في بالي بيه زين هذاك كان جاي اسمعني يا سي خالد يا سي خالد تفضل ما زلت تكيف يا شو مزت تكيف سؤال بوليسي يا ودي مشكل في التكييف شو ما كنت تكيف الملبور ومعاد وفي بالنا بيك كانوا يتبعوا فيك المخابرات ونار كامل وانت بابو خمسة وابو عشرة وشو شو دافع عليك قال لك نار كل انت تكيف فيش هذا السطح ليش هكا كلمه كلمه هذا كلمه يا اخي شكون دخلها قول له تراه لي انا وشكون دخلها تونس هو يا مش هو استعمار ما انت تسمع فيها اي تو حامو فسبه ذاك يتعدي ولا شكون عامو فسبه يا ولد شو دخلك في الفسبه انت حط روتينات وكش حكني كاك خالد على شكون بربي قلت روتينات ما عندوش انا داري ملك في كرتاج ملكي مخلي لي التراب شكون عطاها لك مفكيت على الطرابلسيه مفكيت عليها بفلوسي اي وعليك وعليك على الطرابلسيه يقولوا لك باش بنيها انا باش بنيها حقش بيني بالسيمان الابيض بنيها بالله تعالي خليني ساكت اش بيه السيمان الابيض كانت الناس تبني بالرمل يا معلم بالرمل والصحراء هاز والرمل شو سيريو برادو شو سيريو سيمان الابيض اسمع ذول لي اول ايميشون اول ايميشون تخربت هاك عامل الاخبار خير لك سيمان الابيض سيمان الابيض سيمان الابيض ما لازم نعملوا سيمان الابيض كي تبدا الرخام بس الرخام يتحارس يعني ما تعرف شيء لا مش برونزير خام هذاك دور دور سيمان 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 الابيض أنا كنت نحبك كيف يحبك كيف والدنيا سجرة صاحبتي رديتها في طيارة عندي قالوا لا سعد نسيبي خلوا مصر وخلوا سجرة صاحبتي بنتي نفسي بحقك لا الشعب الشعب والشعب وينك الشعب كاينه تونس يا معتاد زيد تونس كان تونس شمال احمد اخر 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 حاجه تعدت عليك وقت اللي قلت لي تلفت ناس خلفوا هو زيد والله لا ملك الخطه تلقى في النزول كل حقها يا زيد اخويا يرحم وجهك